أهلا يا شباب، النهاردة هنحل ألغاز حديقة الموت الجزء الثاني. أول لغز معانا هيكون معانا في المنزل لغزين، لغز هما اللغزين للخزنة. دي أول خزنة، عايزين نعرف الرقم السري بتاعها. الرقم السري موجود في الصورة دي، 12 11 89. وبكده يبقى حلينا أول لغز، نروح للغز التاني. عايزين نرتب الصورة ديت علشان نفتح الخزنة. كده رقم الخزنة 3 8 4 5. خلينا نروح نفتح الخزنة. وبكده يبقى حلينا اللغز التاني. في اللعبة نروح للغز التالت، هيكون لغز المعبرة، الأحجار اللي في المعبرة. طبعا احنا هنلم 4 أحجار، حاول تحفظ شكلين مع حجرين، يعني اللونين مع الشكلين بالظبط، دي هتسهل لك المهمة كلها. يعني اللون الأصفر مع المربع ده، خلينا فاكرين شكله. هنحط بقى الأحجار مكان الأشكال بتاعتها، اللون الأخضر مكان الدايرة، الدايرة المطورة دي كلها، والأصفر كان المربع، الأحمر كان دايرتين، وفضل الأزرق. كده اللغز اتحل. نروح للغز اللي بعده، هو لغز بسيط يعني، بس ايه، عايزين نشغل فوز الكهرباء ديت بس بترتيب معين. هنضغط على الزرار ده، بص الضوء، ترتيب الضوء ده هنشغل بهم الفيوز. ناخد ده نسيب ده ونروح للي بعده، نرجع لده. ونروح للغز اللي بعده،
لغز عربية المطافي، هناخد الخرطوم، حط الخرطوم هنا، هنضغط الزرار الأحمر اللي على اليمين مرتين، هنسيب تاني واحد ونضغط على تالت واحد مرتين برضو، وبعدين نضغط الأخير مرتين. كده كده عربية المطاف اشتغلت. ونروح للغز اللي بعده، لغز صعب يعني، في ناس كتير وقفت فيه، لغز الصرف الصحي، بقولك اضغط تلاتة، تضغط تلاتة ماشي، خطوتين لليسار، خطوتين لليسار التلاتة، اللي واحد سيب الاتنين وتضغط واحد، خطوتين لأسفل تحت الواحد، هتسيب الأربعة وتضغط سبعة، اضغط خطوة لليمين اللي هي تمانية، خطوة للتصعيد اللي هي خمسة، التصعيد اللي هي فوق التمانية، هتبقى تلاتة واحد سبعة تمانية خمسة. وبكده يبقى حلينا اللغز بتاع الصرف الصحي. نروح للغز اللي بعده، النون ديت معناها ناقص ماشي، الإي اتنين، خلينا فاكرين دول، هنروح هنا المكان التاني، بيقول ستة النون ناقص والإي اتنين، يبقى ستة ناقص اتنين هتساوي كاف، يبقى ستة ناقص اتنين هتساوي أربعة، الكاف بيبقى أربعة، كده الكاف أربعة. خلينا ايه اللغز اللي هو الكاف ده، بعدين بيقول لك سي زائد سي يساوي ستة، يعني السي بتساوي تلاتة، يعني الكاف أربعة والسي تلاتة. ماشي، كاف تحت خالص هنا اهوت، بيقول لك كاف زائد سي يعني أربعة زائد تلاتة هتساوي كام؟ سبعة. يبقى احنا كده حلنا الغاز يعني أربعة تلاتة سبعة، عايزين بترتيبهم بقى، هتبقى سبعة وبعدين الكاف هتبقى أربعة والسي تلاتة، سبعة أربعة تلاتة. كاف اللي هو أربعة زائد زائد سي تلاتة هيبقى سبعة، اللي هي الاتنين ديت، الاتنين سبعة والكاف بأربعة والسي بتلاتة. خلينا نجرب كده، سبعة أربعة تلاتة، وبكده يبقى حلينا اللغز بتاع القاعدة العسكرية. خلينا نروح للغز الأخير، لغز التروس، وبكده يبقى ختمنا ألغاز اللعبة.
It turned out even better than I thought. It started the drain, which means you yourself will kill your sister. Proud of you, puppy. Let's take our dangerous moment. The drain is already closed. في لغز الضروس أكبر ترس ناحية الشمال خالص، واللي بعده ده ناحية اليمين خالص، واللي هو التالت ده اللي هو تحت الكبير. التلاتة الباقيين بقى حاول تجرب فيهم هتيجي بسرعة معاك، حاول تجرب في التلاتة بس هتتحل معاك. يعني أهم حاجة أكبر ضروس دي مكانها فين كده اللغز اتحل. But still, you won't see your sister. I won't let you live alive. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك لو كان عجبك الفيديو. شكرا للمشاهدة.